السلام عليكم، اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اول حاجه بغيت نشكركم على التعاليق اللي كتخليو ليا، كيما وعدتكم بانني غندير لكم فيديو، ونيت اليوم انا جيت لكم فيديو اللي فريمون غيفيدكم بزاف، وغيفيد خصوصا العيالات اللي كتبوا الاخت ديالي وقالوا لها، راه طلبته مني الاخت ديالي وقالت لي علاش ما ديرش لهم هذا الفيديو، راه كيسولوني على شله كلمات اللي يعني ضروري كتحتاجوهم، وشله الناس ما غيكونوا ما عارفينهمش، ولكن راه ما تخاموش، هذا الدرس راه غيفيدكم، وتابعوا يعني حتى الاخر، وكما غنخلي لكم يعني اي كلمه قلت لكم غنخليها لكم باللغه الايطاليه يعني مكتوبه، يعني والتصويره ديالها باش تعرفوا علاش انا غنهضر. وثاني حاجه وهي خليوا لي دائما لي كومونتير ديالكم، وخليوا لي اللايكات، ودعموني وركوا الجرس يعني باش يجيكم دائما الجديد. ونبداو، واليوم بغيت نقول لكم شي كلمات اللي ضروري غتحتاجوهم باللغه الايطاليه، يعني الا مشيتو بغيتو يعني تمشيو عند ديرو سبيزا ولا شي حاجه، راه ضروري. شحال من يعني السيده سولتني كتقول لي اش سميت هذه بالطاليانيه. المهم نبداو بلا ما نطول عليكم، نبداو بالكلمه الاولى وهي كما كتعرفوا راكم عارفين القرفه، شحال من واحد ما كيكونش عارف هذه الكلمه ديال القرفه شنو هي باللغه الايطاليه، وانا غنقولها لكم كما كتشوفوا بالشاشه، ها هي مكتوبه تحت الشاشه، كانيلا دوزيل دوز ان كانيلا، كما كتشوفوا هذه كيقولوا لها القرفه باللغه الايطاليه كانيلا. ثاني كلمه وهي كما كتعرفوا الشيبه، قدر ما تكونوش عارفينها، راه الدرس مفيد حيت هاد الكلمات كيكونوا غير يعني غايبين، ما كتكونوش نهائيا عارفينهم. مهم الشيبه اسينزيو، كما كتشوفوا تحت الشاشه اسينزيو، انتما كتشوفوا تحت التصويره اسينزيو هو الشيبه اللي كنديروها يعني في اتاي. هذا كاينا هذه غتكونوا ديجا عارفينها. مهم توما، كيقولوا لها باللغه الايطاليه أليو، كما كتشوفوا تحت الشاشة مكتوبة أليو. رابع كلمة وهي بابونج، هادي راه قلبت عليها عاد عرفت شنو هو البابونج. مهم أنا كنت عارفها باللغة الإيطالية ولكن مكنتش عارفها بالعربية اش كيقولو لها. المهم راه بابونج كاموميلا. الكاموميلا هي كيشربوها الطاليانيين بزاف، كي يعني كتهمد ومزيانه للذات. كاموميلا راه كيشربوها بزاف الطاليان، كتكون في النيغوتي اولا بغيتوها بحال الفريسكا، كتكون حتى في الخضار. هذا كاين الكرافس اللي كتكونوا ديجا عارفين ضروري كتسولوا عليها، كتبغوا ديروا الحرير ولا شي حاجه كتسولوا الكرافس، سميتو باللغه الايطاليه سيدانو، كما كتشوفوا في الشاشه سيدانو. هذا كاين القرنفل، واحد السيده سولتني كتبت لي في الواتساب قالت لي شنو هو القرنفل باللغه الايطاليه. قرنفل ها هو غنقول لكم غنجاوبكم، وعاد الا ما عرفتوش شي حاجه باللغه الايطاليه وبغيتو تسولوا غير خليوا لي الكومونتير، باش ما كان انا راه نجمع وندير فيديو اخر. كما قلت لكم قرنفل باللغه الايطاليه كيقولوا لي كيودو دي غاروفانو، كما كتشوفوا تحت الشاشه كيودو دي غاروفانو هو القرنفل. هذا كاين القزبر، حيت كاين كيما قلت لكم كاين الكرافس القزبر. القزبر كيقولوا باللغه الايطاليه كورياندولو، كما كتشوفوا تحت الشاشه كورياندولو. هذا كيما ضروري هاد الكلمه غتبغيوها الكمون باللغة الإيطالية كيقولوا لي كومينو هو الكمون كومينو. هذا الكلمة اللي غتفيدكم تاهي خرقوم، كما كتعرفوا الخرقوم باللغة الإيطالية كيقولوا لي كوركوما. عدا حاجه اخرى اللي دائما كيسولوا عليها بزاف هو المورد كيقولوا لي اكوا دي روزه، المورد كيقولوا لي اكوا دي روزه،
كما كتشوفوا تحت الشاشه اكوا دي روز. المهم اكوا دي روز عاد خاصكم الا مشيتوا سولتوا على اكوا دي روز غادي تقولوا لي بيركوتشينا، حيت كاين اكوا دي روز يعني بالنسبه بحال الفيزو لي ماني الكوربوفنت. المهم ديما قولوا راه بيركوتشينا اكوا دي روز بيركوتشينا. هذا كاين البسباس، البسباس شحال من واحد سولني قال لي البسباس شنو هو باللغه الايطاليه، راه ساهل كيقولوا لي فينوكيو كما كتشوفوا تحت الشاشه. فينوكيو هو البسباس. عاد واحد حاجه اخرى وهي ورقه سيدنا موسى، راه هما عندهم ورقه سيدنا موسى كيقولوا لها اللورو. اللورو كما كتشوفوا تحت الشاشه اللورو. راه الا قلبتوا في جوجل ولا شي حاجه راه ضروري غطلع لكم التصويره ديالو اللورو. هذا حاجه مهمه اخرى وهي مزيانه للذات وهي الحلبه، اللي انا ما كنحملهاش نهائيا الحلبه. كما عارف الاخت ديالي راه الحلبه ما الا كانت الرفيسه فيها الحلبه ما كناكلهاش. المهم كيقول لها فيانو غريكو، فيانو غريكو وهي الحلبه فيانو غريكو. هذا كاين جنجلان، جنجلان كيقول لي سيدانو، جنجلان كيقول لي سيدا سيزامو، سمحوا لي سيزامو. سيدانو كما قلت لكم هو سيدانو سيدانو، حيت كاين سيزامو سيدانو 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 هو قلت لكم الكرافس، يعني الكرافس سيدانو، يعني ما تغلطوش بين هاد جوج كلمات حيت انا كنغلط بعض المرات. سيدانو هو الكرافس والسيزامو هو الجنجلان، يعني راه كاين الفرق كبير كما كتشوفوا تحت الشاشه مكتوب سيزامو سيزامو وهو جنجلان. هذا كاين الخزامه اللي شحال من واحد سولني عليها ما عرفهاش وهي لافاندا، لافاندا هي خزامه لافاندا كما كتشوفوا تحت الشاشه. عاد كاين انا حيت كتبت هادشي كلشي في ورقه سينو غننسى عليه يعني ما نقدرش نقولو لكم كلو. عاد كاين فليو وكاين النعناع. المهم النعناع راه غتكونوا ديجا عارفينها هي المانتا، النعناع هو مانتا. وكاين فليو كيقولوا لها مانتوتشا، فليو مانتوتشا والنعناع مانتا، فليو مانتوتشا كما كتشوفوا تحت الشاشه مكتوب. هذا كاين الزعتر، الزعتر ضروري كاين الزعتر وكاين زعيطره. هذه سولت الاخت ديالي قلت لها قالت لي راه كاين الزعتر، قالت لي لا راه كاين الزعتر وزعيطره. المهم الزعتر كيقولوا تيمو كما كتشوفوا تحت الشاشه، تيمو هو الزعتر تيمو. اما زعيطره كيقولوا اوريغانو، زعيطره اوريغانو كما كتشوفوا تحت الشاشه اوريغانو هو زعيطره. هذا كاين التحميره هي البابريكا باللغه الايطاليه، بابريكا بابريكا هي التحميره. اما معدنوس، معدنوس معدنوس هو البريتسيمولو، معدنوس بريتسيمولو كما كتشوفوا تحت الشاشه مكتوب باللغه الايطاليه صحيحه، بريتسيمولو هو معدنوس. اما السالميه هي سالفيا، سالفيا هي السالميه اللي كيشربوها شحال من الناس، اللي كاين اللي كيشربوا السالميه يعني في كيديروها مع الماء بحال اتاي. السالميه هي سالفيا. عاد كاين اليزير اللي مزيان المعده والمصران، يزير كيقولوا ليه روزمارينو، يزير كيقولوا ليه روزمارينو. مهم انا جمعت لكم كاع هاد الكلمات اللي ساهلين اللي خاصكم تعقلوا اليوم، كتبوهم يعني في ورقه او في دفتر باش يبقاو عندكم، سجلوهم في التليفون يعني الا مشيتو بغيتو ديروا سبيزا ولا شي حاجه وما عرفتوهمش. المهم تقدروا غير تفرجوا في الفيديو ثاني مره ولا ثالث مره، راه ان شاء الله تعلموا اليوم هاد الكلمات اللي غيفيدوكم. انا عارف عارف ضروري ضروري يفيدوهم، وحيت هذا طلب اللي طلبته مني الاخت ديالي باش نديروا كاع المتابعات ديالها، وبغيت نشكركم بزاف ونشكر كاع المتابعات ديال الاخت ديالي، وهذا راه شرف ليا كما قلت لكم. وخليوا لي اللايكات ولا الا عجبكم الفيديو بارطاجيو باش يتفرجوا فيه الناس بزاف ونفيدوا الناس بزاف. والمهم باش ما كان ان شاء الله راه غندير لكم فيديو اخر وانا رجعت لكم،
ووعدتكم بانني غندير لكم فيديوهات اللي غيهم يعني اللي غيفيدوكم. واذا كان شي فيديو بغيتو نختص يعني بشي فيديو اللي باغيين تعرفوا على شي موضوع مهم غير خليوا لي التعليق. وكنشكركم بزاف والسلام عليكم والى فيديو اخر. وما تنساوش خليوا لي اللايكات ديالكم ويعني هذا باش كان يعني نستمر وكندير فيديوهات اخرين. وخليوا لي التعليق وما تنساوش ورقوا على الجرس باش يجيكم دائما الجديد. وإلى فيديو آخر والسلام عليكم وشكرا.